يعافيك. سؤال الأخ أحمد عبد الله من اليمن، يقول بعض الحيوانات في مصادر الشيعية بحار الأنوار، يقول هناك رواية أن بعض الحيوانات موالية لأهل البيت عليهم السلام وبعض الحيوانات غير موالية، هل هذه الرواية صحيحة؟ عموما لا تبعد صحتها، يعني ما الإشكال في ذلك؟ احنا نعلم أن المخلوقات عموما تسبح الله عز وجل، وفيها المؤمن وفيها العاصي، فيها المطيع وفيها العاصي، يعني هذا أمر يتفق عليه الكل، يعني كل المذاهب تتفق عليه، ليس شيء خير إن شاء الله. نعم هنالك من الحيوانات وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يا أخي قضية واضحة. وهنالك من الحيوانات من يؤمن أو من يطيع وهنالك من يعصي، هذا على أية حال لا شيء فيه إخواني، لا يخدعنكم، أنا أخاطب أبناء الفرقة البكرية، أقول لا يخدعوكم بهذه التهريجات لإبعادكم عن التشيع. شوية تأمل، شوية تأمل بالقرآن، شوية تأمل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، تكتشف أن هذا الذي يحاولون تشنيعه في أعينكم ليس بشنيع، بل هو بالعكس موافق للقرآن، موافق للسنة. فأي شيء في أن يقول القائل هنالك من الحيوانات المؤمن وهنالك الكافر، هنالك من الحيوانات المؤمن وهنالك الكافر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هنالك من الحيوانات المؤمن وهنالك الكافر. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.